فضل سقي الماء، فضل سقي الماء. فقد صح من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وفي لفظ افتلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت. فقال: تصدق عنها. فقال: ما أفضل الصدقة؟ قال: سقي الماء. قال: سقي الماء. ولذلك أفضل الصدقة سقي الماء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى سقي الماء، يرشد إلى سقي الماء. وجاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده: يجري على المرء بعد موته، أو سبع تجري على المرء بعد موته، وذكر منها سقي الماء، أو إجراء أو إكراء نهر، أو إجراء ماء، أو سقي ماء. كل هذا يشير إلى فضل سقي الماء، إلى فضل سقي الماء. ولذلك سقي الماء من أعظم الصدقات، من أعظم الصدقات. ويدفع الله عز وجل بسقي الماء شيء يعني عظيم من البليات. وأذكر في هذا المقام قصة الحافظ الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، صاحب كتاب المستدرك، صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، أبي عبد الله الحاكم. أبو عبد الله الحاكم هذا أصيب بقرحة في وجهه، أصابته قرحة في وجهه وتأذى منها. ولا يخفاكم بأن القرحة في الوجه مؤذية، مؤذية معنويا كما أنها مؤذية بدنيا. فذهب إلى حلقة شيخه أبي عثمان الصابوني الذي يلقب بشيخ الإسلام، فجلس في الحلقة يستمع، ثم كتب ورقة ودفعها إليه يطلب فيها أن يدعو له هو ومن كان حاضرا في الدرس، يدعون لأبي عبد الله النيسابوري الحاكم. فقرأها الإمام شيخه، قرأ الورقة، فضج الناس بالدعاء لأبي عبد الله النيسابوري، كل يدعو له. وامرأة من بين الحضور أهمها أمر أبي عبد الله وأزعجها وتألمت، فذهبت إلى بيتها حزينة تدعو لأبي عبد الله. ثم نامت تلك الليلة فرأت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: قولي لأبي عبد الله يتصدق بالماء، قولي لأبي عبد الله يتصدق بالماء. فأوصلت الخبر إليه، فوضع حوض ماء عند بيته، وكان يلقي فيه الثلج حتى يكون الماء باردا ليشرب منه الناس. فما مضى وقت إلا وقد شفى الله أبا عبد الله الحاكم من هذه القرحة، شفاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أذهب الله جل وعلا عنه حر هذه المصيبة ببرد هذا الماء الذي جعله صدق. وكذلك عبد الله بن المبارك جاءه رجل يشكي له أيضا قرحة في ركبته أو في رجله، يشكو، قال يعني طالت وآلمتني، فدله على الصدقة بالماء، دله على الصدقة بالماء، فذهب وتصدق. ثم عاد يخبر عبد الله بن المبارك بأن الله سبحانه وتعالى شفاه. ولذلك سقي الماء هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ومما يسر الله عز وجل علينا وعليكم وعلى الناس جميعا سهولة التصدق بالماء. الآن هناك ولله الحمد جمعيات كثيرة جدا خيرية تقوم على سقي الماء، سواء في داخل الدولة أو خارج الدولة، حفر الآبار مثلا، أو الآبار الارتوازية، أو الآبار الطبيعية، وكذلك توزيع الماء من خلال هذه القناني وهذه الأشياء الموجودة ولله الحمد، والتي يسرت إيصال هذا الماء إلى المحتاجين. وكذلك وضع الماء مثلا في المساجد وغير ذلك، هذا كله من الصدقات العظيمة التي إذا احتسب الإنسان الأجر فيها دفع الله عز وجل عنه بلاء على ما نوى وقصد.